انتوما سرقتوا الشعب، انتوما اللي سرقتوا في الشعب. انتوما الشعب المغربي اخ، اللي كيسرقوا في الشعب، اللي كلاو في الشعب، اللي كيتبرعوا في الشعب. ان من علامات الساعه الكبرى ان نوليو واحد شفار شدته الكاميرا تيشفر او لقاو له الاعذار. انسان تيجلس مع النظام وتيتفاوض معاه على قضيه ديال الفلوس، اذا هذا انسان مرتزق. انت اللي كدوي على الشعب المقهور، هاد الخمسه د المليون اورو كون خديتيها ماشي نفلو الشعب، ماشي نفلو الشعب. هاد العشرة آلاف أورو اللي عطاها لك الوزير ماشي المال العام. والجمعية ما عمرو عطا شي ريال، ما عمرو. أنا حضرت أنا بعيني شفتو كيدخل مدرم. إذا هاد السلوك بحال هذا مع مالك ديال شي دولة ولا رئيس ديال شي دولة، هذا السلوك غير مقبول، هذا السلوك ديال فيه التكلباوي. مؤسف تلقى مناضلين في الساحة كيتريقوا بحال هاد النصابة والمحتالين. راه مؤسف البلاد. في واحد الوقيتة كنت كامل صدمتيني فيك، كنت كنصر له الفيديوهات ديالو وما عندي حتى دليل عيبه. ما هادي اخويا يسجلوك يديروا لك، ولكن بحال هادي ديال المال العام، بحال هادي ديال الشعب يصوروا من الشعب. واحد ما عندوش المصداقية جلس يبيع ويشري مع المخزن. دابا انت خرجتي على المناضلين ديال بصح، شي دابا داك شي مناضل بصح مسكين وكلا بعضامو خرجتي عليه 10000 الاورو اللي ديتي معاك فلو الشعب. الفيديو هذا يضرب في المناضلين من الاخر، كيضرب في المناضلين. جيتي فلوس البلاد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.